المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. دكتور زكريا، قول لي وقتاش لا دانيير فوا فواياجيت في الطياره وشحال كانت لا ديستونس؟ المره الاخيره اللي فواياجيت فيها في الطياره كانت لا ديستونس بعيده. شحال بعيده؟ 6 سوايع و 6 سوايع واحد اخرين. الله يبارك جبده. اسكو على بالك باللي كي نكونوا فواياج سورتو طويل، الانسان في الاسلام نقدروا نفطروا دينيا، نقدروا نفطروا، مي اسكو علاش طبيا ثاني نقدروا نفطروا خاصه الفواياج تاع الطياره وين الانسان ما يتعبش فيه؟ هذه انا نروح نسقسي ونرجع لك نجاوبك عليها. صحيح. عبد الحميد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صح فطورك؟ وزاد انا زول في الساعه. معليش انا نفوت لك الافونس. عمي بغداد مرحبا بك. يسلمك. صحيح بارك الله فيك. الله يعيشك وصحة رمضانك وصحة فطورك. يسلمك بارك الله فيك. رياض مرحبا بك. الله يسلمك خويا، ان شاء الله صباح. الحمد لله. الحمد لله وصحة فطورك الافونس. وانت زاد اخويا. اسامة مرحبا بك. مرحبا بكم. شوف اسامة، راح نسألك حاجة نورمالمون انت تعرفها. يا اخي يقول لك من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. كاينة. هل انت من الناس اللي زعما لو كان يسافر في طيارة ولا في طونوبيل ولا في البيس ولا يفطر في رمضان؟ نفطر. لا تفطر نورمال. ايه عندنا رخصة من ربي، عطانا رخصة. والله ما بين نقولوا زمان اللي رانا فيه وزمان اللي مضى، في عهد ما نقول ما كانش الوسائل والنكر كيما درك موفرة وسخرة لنا رب العالمين سبحانه عز وجل. غفر كبير. دوك ما بين أنا ما الناس بكري كانوا مثلا يمشيوا يهاجروا، مثلا يمشيوا في الرحلة 3 أيام 4 أيام بيوصلوا. هاك مالا خونا بصح دوك عبد الزيد سير خونا طوموبيل فيها تمشي 200 300. اه ساكن رمضان ماشي مقبولة. مش مقبول. انا عندي انا الضمير تاعي ما قدرش، انا الضمير تاعي انا نكمل الصيام على ما يرام. دوكا نتايا في السفر اسكو طبقتها كي كنت مسافر كاش بلاصه فطرت في رمضان؟ جامي، مازال ما طبقتهاش. يا عطاش في رمضان، في رمضان هكا تقولش ما نبونشيش فيس هكا كيما تاع السفر. الا جات في القران هذا وكاينه في حادث سي نورمال عادي. ما كان كليماتيزور كما يقولوا دوكا، كان يقول لك بلي كان كليماتيزور علاش تفطر؟ لا لا، بغا كليماتيزور وننساو الحادث. حنا ننساو الحادث تما. ما لو كان نروحوا في الطياره يعني ماشي ما كانش سخانه كبيره ولا نورمال في الطياره نورمالمون ولا لا؟ ايه نورمال ما نفطروش في الطياره نورمال. بصح انت لو كان زعما تروح مسافر في الطياره تفطر ولا ما تفطرش؟ ما نفطرش. ما تفطرش؟ ما نفطرش. علاش؟ نورمال طياره ما تقدر تحمل. ايه نقدر. بصح على بالك بلي عندك رخصه بلي تقدر تفطر؟ ايه عندي. بصح لو كان تسافر تفطر زعما؟ بيان سور. لا خاطرش فيها ريسك. فيها ريسك. صح. مالا انت اول انسان يقول لي هذه، مالا نروح لك مباشره للسؤال انايا. هو صح فيها ريسك تما طبيا، وفيها ريسك ماشي ريسك كبير ماشي كيما بكري. صح بصح كاين ريسك خاصه في لي فول زعما في الطياره ولا في البيس تاع 12 ساعه ولا 6 سوايع ولا حاجه بعيده. وشنو هذا الريسك الطبي اللي يقدر يكون بالرغم من الامكانيات الحديثه اللي كان دوكا اثناء السفر؟ يعني كاين واحد المضاعفه
طبية تقدر تصرى لو كان إنسان عاونك، لو كان إنسان ما يشربش الماء مليح تقدر تصرى لو كيكون مسافر. واشنا يدوخ يدوخ برك يدوخ حاجة علمية والطبيب هو اللي نصحك بيها. قلت له عندك سكر، جبت انت الحاجة عندك سكر، يقول لك واحد مول سكر ما يقدرش يصوم. ربي يرخص مثلا تاع الرخصة هذه، المسافة تاع 80 كيلو 80 كيلو، والإنسان كيكون عنده جاه وعنده مقدوره ويصوم فلا بأس، وكي يحب مثلا يمشي بالرخصة تاع ربي سبحانه يأجر عليها. لا كي تكون كي تفوت كي تفوت على حساب الحادي كي تفوت ثلاث أيام في البلاد اللي تكون فيها. أنت بلادك كما نجيبو تمثيل أنا مثل مثال، راني جاي لهنايا قادر في الطريق كي يكون ماجي نفطر نورمال، بصح كي توصل لهنا وتقيم تفوت ترواجور تاعك هنايا تولي كما أصحاب البلاد اللي ساكنين هنا. ريسك تاع تحجر الدم، فيها تحجر الدم كي تكون مسافر، عندك تحجر الدم، وكي تكون صايم قادر يزيد يحجر لك الدم اكثر. صافي كي تشرب الماء تكون فاطر هكاك تشرب الماء ينقص لك هذاك الريسك خويا. خاطر ما علي هي نفس الاجابه بصح نقبلوها ماشي مشكل. مبروك عليك رياض خويا، ما عادش نخلوك تروح يديك فارغين، بصح نحاولوا نتموها برك. هو انه تما تخش غرك يابس صافي كي تيبس يقدر يتحجر، كي تشرب الماء تنقص الجفاف وتنقص الريسك تاع يبوسيه. ما لا والله ما خلوك تروح يديك فارغين هاك. هذا شوف تحليل كامل عند مهده من عند لاكلينيك خنتوش، تقدر ديرو انت ولا تقدر تهديه لاي واحد من فاميلتك ولا تصدقها لاي واحد. مبروك عليك. بصح قبل ما تروح لازم تخلينا كلمه اخيره. بارك الله فيك وربي يحفظكم، صحة رمضانكم وصحة عيدكم والله يستركم خويا. صحيح الله يعيشك، بارك الله فيك. واللي عنده رخصه واش يدير لها؟ اللي عنده رخصه يفطر صحه مليح، كلوا مليح وتقدروا تصوم دائما. قاعد يصوموا؟ ايه قاعد يصوم. واللي عنده رخصه مريض ولا مسافر ما يصومش؟ نورمال لا ما يصومش. بارك الله فيك اسامه، صحيت الله يعيشك. بصح قبل ما تروح ماذا بيك لو كنت تخلينا زعما كلمه اخيره هكذا في رمضان للناس قاعد هكذا راهم يشوفوا في الحصه تاعنا؟ خويا نطلبوا من رب العالمين يهدينا ويهدي جميع الناس هكا، وإن شاء الله نصوموا بخير وعافية، والله يجعل ربي زعما يكثر الخير فهذه، والله يخلينا البلاد تاعنا. والله كلمة أخيرة واش نقول لكم، ربي يجعل هذا الشهر مفتاح الخير علينا وعلى الأمة المحمدة أجمعين، وبالصحة والعافية، وربي يحفظ هذه البلاد والأمة الإسلامية بأسرها، وربي يسلط على أعدائنا أصحاب الفيل ويجعلهم في كأس فيما يكون. شكرا لكم وصحة رمضانكم. بارك الله فيك، شكرا. صحيح منصف على بالهم اللي لازم يفطروا، بصح كاين بزاف اللي تجيهم غريبة، قال لك باللي نورمالمون طيارة راك الاز علاش تفطر كليماتيزاك لاباس بك. شوفوا ناس خاوتي يا العزاز، كي نفواياجيو في الطيارة خاصة لي فواياج طوال، مانيش نحكي على الفواياج تاع ساعة ساعة ونص، مي نحكي على 6 سوايع 12 ساعة، كاين وين رحلة طويلة فيها مام 24 ساعة. لو في كي نكونو قاعدين مدة طويلة، الأوعية الدموية لي الأوردة لي ترجع الدم من المومبرا انفيريور حتى للقلب مرجل يصرا فيها يبداو يتشكلو واحد الحجر لي كايوتسون. علاش لي كايوتسون؟ منها باسكو الروتور فينو هذاك اللي يطلع يكون ناقص، وثانيا خاصه اذا الانسان يكون صايم، وما نساوش باللي في بعض الدول ساعات الصيام تكون طويله، دونك مع لا ديزيدراتاسيون النشفه هذيك ومع القعده طويله يقدروا يتفورماو الحجر هذوك، وهذوك الحجر واش يصرا لنا؟ يقدروا يهجروا معناتها ميجيو منا يطلعوا حتى القلب ويديروا لنا سكون ابل لومبولي بيلمونير اللي تقدر تكون قاتله. ومن الاعراض تاعها فيك انا نحكيو عليها، الانسان جيه ضيق كبير في التنفس على ضربه، يحصر موش يتنفس، يحصر روحو اجيتي مقلق، ويقدر يتوفى في بعض الحالات. لهذا نوصيهم دائما باللي حتى ولا كنت صايم لازم تشرب الماء بزاف. وثانيا كي تكون فواياج كبير في الطياره، من داك مره على مره تنوض تسرح رجليك تمشي في ليكولوار، بالك تدخل لي سانيتير تعاونك بزاف. نفس الشيء اللي عندهم ناس اللي يخدموا لا ديستونس في البيس ولا يسوقوا ولا شمال جنوب، نفس الشيء. يعطيك الصحه منصف، نتمنى نكونوا فدناكم بهذه المعلومه اللي على بالي بلي كثير منكم بالك غايبه عليه. وما علينا الا ان نقول لكم نتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله، وصحه سامه.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم.